تاريخ الجزائر مليء بالتضحيات والنضال والكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. سطر فيه الشعب الجزائري ملاحم وبطولات ما زالت الكتب ترويها والاجيال تتناقلها. فالمستعمر الفرنسي عمل على طمس هويه الشعب الجزائري ومحاربه دينه وثقافته. ما اسهم في رده فعل قويه من الجزائريين على مدى اكثر من قرن من الاحتلال الفرنسي وهذا ما يرصده الدكتور خير الدين شتره عبر مؤلفاته منذ الاحتلال وحتى الاستقلال وهو الذي اهتم بالاثر الذي تركه الجزائريون في البلدان التي لجاوا اليها وما حملوه من مبادئ وافكار حين عودتهم الى الجزائر وأسهمت مؤلفاته في التعريف بشخصيات في الظل لا يعرفها الكثير من الناس كان لهم دور في مقارعة الفرنسيين فأغنى الذاكرة الجزائرية وعزز حضور الغائبين الحاضرين فيها ولد الدكتور خير الدين شترة في مدينة صغيرة تسمى بوسعادة وبها تلقى تعليمه الأولي ثم واصل تعليمه الجامعي في قسنطينة واستكمل دراساته العليا في جامعه الامير عبد القادر للعلوم الاسلاميه فيها وبها نمت شخصيته العلميه وبدا نشاطه البحثي ثم تطورت الاهتمامات البحثيه لدى الدكتور شتر عبر السنوات فكانت اهتماماته تنحصر في تاريخ الجزائر والمغرب العربي الحديث والمعاصر وبعد التحاقه بالجامعه الافريقيه بادرار تطور الاهتمام البحثي الى الاهتمام بالدراسات التراثيه وتحقيق المخطوطات ودراسه حواضر الصحراء الجزائريه والسودان الغربي وكل جغرافيه افريقيا في جنوب الصحراء لكن مرحله الهجره والاغتراب خصوصا بعد انضمامه لجامعه الشارقه تعد مرحله مفصليه في توسع افاقه البحثيه وعمله في حقول معرفيه جديده كانت فرنسا تشهد ثم بعد ذلك لها تاثيرات على اوروبا باكملها تشهد مرحله حرجه بقيام الثوره الفرنسيه سنه 1789 الوضع الاقتصادي داخل فرنسا كان وضعا سيئا وكلما ساءت الاوضاع الاقتصاديه وكثره المجاعه كانت رد الفعل يكون سلبي من طرف الشعب الفرنسي على اساس انه الاوضاع لم تتغير فكانت تلجا الحكومة المؤقتة الديركتوار اللي كان يحكم النظام الفرنسي خلال تلك الفترة بشكل مؤقت لغاية تعيين القنصل المنتخب كانت تلجأ إلى المدد فلم تجد المدد الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بالقمح إلا في سلة الغذاء الجزائر سلة غذاء أوروبا خلال تلك الفترة ومملكة الخروف بالنسبة إليهم ففرنسا الجزائر قدمت الدعم اللازم للشعب الفرنسي في شحنات بقيت متوالية على مدى سنوات كان الوسيط في ذلك شركة أسسها رعيتين جزائريتين يهوديتين هما شركة بكري وشركة بوشناق وطبعا كانت الديون تتراكم وفرنسا كانت تحاول قدر المستطاع أنها تؤجل تلك الديون كان كل الدايات الذين تولوا الحكم من أيام مصطفى باشا في نهاية القرن الثامن عشر إلى غاية الداي حسين دايما يلحون فرنسا مرة تسدد ومرة تأجل ثم شفت بانه عاجزه عن تسديد تلك الديون. فبالتالي اصبحت تختلق المشاكل. شركه بكري وبوشناق اللي هما رعيتين جزائريتين المفروض تسترد ديونهم وبالتالي عندما تسترد ديونهم فهي تحقيق لسلطه سلطه سلطه الداي في الجزائر. فهذه الشركه شركه بكري وبوشناق حاولت قدر المستطاع انها تحاول انها تاخذ تلك الديون وتلك الاموال لشركتها يعني تعويضا على الشحنات التي اخذتها من الجزائر. ولانهما رعيتين جزائريتين هنا السلطة الحاكمة في الجزائر سلطة الداي تدخلت على أساس الدفاع عن هاتين الرعيتين فأصبحت القضية وكأنها قضية الدولة وليست قضية رعيتين وحدث الخلاف خلال هذه الفترة على أساس أنه فرنسا سددت اقساط محدده ولكن لم تسدد كل القسط الدين. فكان الدايات الذين تولوا الى غايه داي حسين دائما يطالبون بتسديد هذه الديون. وكانت فرنسا تماطل في هذا الباب. طبعا المطالب بالنسبه لشركه بكري وبوشناق المطالب كان مبالغ فيها لانهم انتقلوا الى فرنسا واصبحوا يطالبون بحقهم بعيدا على انهما رعيتين جزائريتين، بمعنى ان السلطه في الجزائر الان وكانه تم تم التلاعب بها لانه هذا حقها والوسيطين هربا الى فرنسا فهذا سيكون مبرر فيما بعد لحاله العداء والصدام وتشنج العلاقات بين الجزائر وبين فرنسا طبعا مطالب البكري وبوشناق كانت مطالب مبالغ فيها كانت تتجاوز في حدود او ما اعتقد اكثر من 40 مليون او 43 مليون فرنك فرنسي قديم فبالتالي الحكومه الفرنسيه كانت عاجزه عن تسديد هذا الدين تم التواصل دبلوماسيا على اساس انه في كل لقاء يتم بين الداي وبين القنصل الفرنسي او اي ممثل للسلطه الفرنسيه في الجزائر كان دائما يتم تذكيرهم بتسديد هذه الديون الى ان جت سنه 1827 فمناسبة احتفاليه كان دخل القنصل دوفال الفرنسي الى 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 قصر الداي في القصبة وكان اللقاء يبدو وكأنه مشحون والدي حسين كان متشنج على الاخر على اساس انه والله آآ آآ يعني على اساس سددوا ديونكم فكان رد الـ الـ القنصل الفرنسي دوفال يعني غير لائق لا يليق بمقام الدي عندما خطبه الدي قال له قل لملكك ان يسدد ديوننا فبما معناه بما معناه دوفال على اساس ان ملكي اكبر من هذه يعني انت لست بمقام ملكي حتى تخاطب بهذه اللغه وطبعا خلال تلك الفتره كان رد فعل عنيف ومتشنج من الدي حسين فضربه بالمرح التي كانت الصوره الموجوده في المتحف الجزائري لهذه المروحه تبدو لك وكانها مروحه صغيره مروحة أكبر مما تتصور فكان أن ضربه في الوجه هذا اعتبرت إهانة لفرنسا طبعا فرنسا من زمن من أيام نابليون بونابرت وهي تحاول احتلال الجزائر وطبعا الجاسوس الفرنسي اللي جاء للجزائر سنة 1808 الجاسوس بوتان كانوا من ذلك الوقت وهم يخططون لاحتلال الجزائر لكن الظروف لم تسمح وكانت لديهم كل المعطيات التاريخيه والجيوسياسيه والجغرافيه لاحتلال الجزائر لكن الظروف لم تتحقق فبالتالي فرنسا كانت تريد ان تضرب عصفورين بحجر واحد اولا تتخلص من من عار الدين واثنين تحاول انها بما معناه تسترد كرامتها التي اهينت بسبب ضربه المروحه مع دخول المحتل الفرنسي الجزائر اندلعت المقاومه الشعبيه في مناطق مختلفه من البلاد. لمع من بينهم اسم الامير عبد القادر الجزائري الذي يراه الدكتور خير الدين شتره احد ابرز مراحل المقاومه الاستعماريه في القرن التاسع عشر للمكانه الدينيه والعسكريه والسياسيه التي كان يحظى بها لدى عموم الجزائريين. الامير عبد القادر بن محي الدين الجزائري شخصية شخصية تعتبر بالنسبة للجزائريين شخصية عظيمة فهو شخصية رمزية وهي رمز من رموز السيادة ويعتبر مؤسس الدولة الجزائرية فبالتالي عندما تتكلم عن الأمير عبد القادر عند الجزائري فهو رمز محاولة المساس بهذا الرمز يعتبر مساس بالسيادة أصلا الأمير عبد القادر هو من مواليد 1808 بما يوافق بالهجري 15 رجب 1223 تمت مبايعته في عمر 22 سنة في 5 رجب 1248 ووفاته كانت يوم 20 رجب 1300 شهر رجب كرمزية مهم جدا في تناولك لهذه الشخصية الأمير عبد القادر ولد بالقيطنة في معسكر في غرب الجزائر في الشمال الغربي للجزائر والده هو محي الدين شيخ الطريقة القادرية بمعنى أنه الخلفية الصوفية الأمير عبد القادر حارب كجندي سنتين وكأمير خمسة عشر سنة يعني بالمجموع سبعة عشر سنة الأمير عبد القادر استطاع أن يحقق الانتصار على مية واثنين وعشرين جنرال عسكري كان آخرهم الجنرال لا الأمير عبد القادر استطاع أن يحقق انتصار في مية وستة عشر معركة لم ينهزم إلا في واحدة فقط كانت سنة 1836 لعوامل خارجية لا علاقة لها بالخطة العسكرية الأمير عبد القادر استهلك استهلك من الحكومة الفرنسية خمسة من أبناء الملك لويس فيليب و16 وزير للحربية الأمير عبد القادر تمكن من قتل تسعين ألف وسبعة وتسعين يعني ما يقارب المئة ألف فرنسي جندي فرنسي ناهيك عن المرتزقة الذين كانوا يشتغلون مع فرنسا تسعين ألف أو لنقول مئة ألف فرنسي استطاع أن يكونوا ضحايا في هذه الحرب اللي استمرت 15 سنة أتعلم بأن الثورة الجزائرية والتي قتل فيها استشهد فيها أكثر من مليون ونصف شهيد استطاعت أن تقتل من الفرنسيين 28500 فقط لو نحاول نقسم المدة بتاع 15 سنة بتاع الأمير عبد القادر نجدها سبعة ونصف سبعة ونص أربعمائة ألف قتيل فرنسي تمكن منهم الأمير الثورة الجزائرية وتطور الأسلحة وكثرة المواجهات ثمانية وعشرين ألف خمسمائة وهذا الإحصاء بحسب اجتهاد بعض من الباحثين الجزائريين تكلم عن كل المقاومة الشعبية اللي انطلقت من الجزائر أو بدأت من 1830 إلى غاية ألف كانت نتيجتها عشرين ألف قتيل فرنسي الأمير عبد القادر وحده تسعين ألف وسبعة وتسعين قتيل فرنسي الامير عبد القادر استطاع بحنكته العسكريه انه يرهق فرنسا طوال 15 سنه في معارك، أتعرف بأنه لا توجد ولا معركه في الـ 116 معركة التي قادها الا وكان جيشه ربع الجيش الفرنسي. وربع الجيش خصوصا في المواجهات الثلاثة التي كانت بينه وبين السلطان فاس ومراكش، السلطان عبد الرحمن بن هشام. دائما كان جيشه هو الربع ولكن في النهاية كان ينتصر. الامير عبد القادر بويع كامير وليس كسلطان كامير للجزائريين وعمره 24 سنه ولانه كانت القضيه مطروحه اللي هي قضيه شرعيه الحكم من اين يستمد الشرعيه جاءت فكره البيعه وحتى يعطي لي هذه البيعه بعدا دينيا قال لهم نتاسى بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بيعة الرضوان في صلح الحديبية فاقترح عليهم شجرة ما زالت قائمة لحد الآن شجرة الدردار وتمت المبايعة وامتدت سلطته من, من, من غرب الجزائر لحدود حدود ملوية إلى غاية تخوم الجهة آه الوسطى في الجزائر إلى غاية منطقة اسمها بسكرة وإلى غاية حدوده مع العاصمة إلى لمدية في بعض الفترات فسلطته العسكرية كانت ممتدة الأمير عبد القادر استطاع رغم انه صغير في السن لكن كان داهيه في نظام الحكم، اول شيء اعطى الفكره او الخلفيه الدينيه لهذه الدوله لقب نفسه بالناصر للدين سمى جيشه بالجيش المحمدي، سمى عملته بالعمله الموحديه جعل شعار رايته المعروف هو نصر قريب نصر من الله وفتح قريب نظم شكل حكومه، تلك الحكومه على الطريقة الأوروبية أو ما يسمى بالجمهوريات اللي كانت قائمة في شبه الجزيرة الإيطالية تلك الجمهوريات كانت نظامها يعني يبدو كأنه نظام جمهوري شكل حكومة من خمسة وزارات وأعطى للجزائر تقسيم إداري لم يكن معروفا لأنه نظام الحكم العثماني كان مقسم الجزائر إلى أربع بيلكيات وطبعا بما فيها العاصمة ثلاث بيلكيات بيلكية الشرق والوسط التيطري والغرب فهو قسم الجزائر تقسيم إداري جديد قسمها إلى ست مقاطعات، زيادة وإمعانا في تكريس الفكر الديني سمى على رأس كل قطيعة مقاطعة سمى خليفة. وشكل جهاز شرطة وجهاز أمن، الشرطة فيما يتعلق بالأمن، الأمن الذي فرضه الأمير عبد القادر على حدود سلطته في الأراضي اللي كانت تحت سلطته جعلت الكثير من المؤرخين الفرنسيين يعني يستغربون. قال لك حتى أن أحدهم قال بأنه بإمكان صبي صغير أن يتجول في جميع أراضي سلطته ويحمل على رأسه تاجا من ذهب ولا يمكن أن يصيبه أي أذى بسبب انتشار ذلك الأمن الأمير عبد القادر القائد الوحيد اللي كانت يعني أو الحاكم الوحيد التي كانت له عاصمتان عاصمة معروفة عاصمة معسكر اللي تم تدميرها فيما بعد وعاصمة تقدمت اللي كانت في الجنوب وكانت هي ملجأه بعد كل حصار الأمير عبد القادر لدهائه العسكري استطاع أن ينشئ شيء اسمه الزمالة تعرف ما معنى الزمالة؟ زمالة هي عاصمة متنقلة لأنه في كل مرة كان ينشئ عاصمة معسكر أو تقدمت كان يقوم كانت لأن الخطة الخطط العسكرية كانت تقوم على التوجه العسكري المباشر إلى قلب الدولة اللي هو العاصمة سقوط العاصمة حتى سقوط الدولة فأنشأ شيء اسمه العاصمة المتنقلة أتعرف بأن العاصمة المتنقلة هذه فيها ستين ألف نسمة كانت تتحرك هذه الزمالة العاصمة المتنقلة كانت مقسمة إلى أحياء وإدارات وما إلى ذلك كانت تقسم إلى دوائر وإلى زمالة وإلى كذلك المحلة وشوارع ومنظمة بهذا الشكل أتعرف بأنه في هذه الزمالة كانت توجد مكتبة وهي مكتبة هو الشخصية المخطوطات وحدها فقط خمسة آلاف مخطوطة نهيك عن آلاف الكتب أتعرف بأنه أول قانون في قوانين تنظيم الشأن داخل هذه العاصمة أولى القوانين ما هي معاقبة كل من يسيء أو يهين كتاب شوف ذيك الرؤية الأمير عبد القادر هو أول واضع أول واضع للقانون الإنساني زمن الحروب قبل هرنيا دينو اللي كان هو مؤسس جمعية الصليب الأحمر قبل ما قبل ما قبل ما تجي معاهدة جنيف سنة 1864 كان هو نظم ذلك القانون فرنسا يعني نظمه هو هو على وهو في في في, معارك شرسه وهو يشاهد حركه, الارض المحروقه والاباده اللي كانت التي كانت تفرضها فرنسا على الشعب الجزائري وشاف القتل وشاف الجرائم الفرنسيه ورغم ذلك كان رؤوفا بالأسرة وطبق قانون فيما بعد سيكون نواة لمعاهدة جنيف لحماية الأسرة تعرف بأن الأمير عبد القادر بعد الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في بو أو في لومبواز في فرنسا في الفترة ما بين 1847 إلى 1852 خلال خمس سنوات أتعرف بأن أكبر زراء زواره كانوا هم الأسر الذين كانوا عنده يعني ساعات تجد بعض المصادفات الغريبة والعجيبة ظهرت العديد من الاشكاليات حول شخصيه الامير عبد القادر الجزائري خاصه بعد وفاته حيث لم تكن هذه القضايا مطروحه في حياته بحسب الدكتور خير الدين شتره الذي حاول كشف اللبس حولها وتوضيح الغامض منها بالوثائق وشهادات القريبين من الامير وذكر الدكتور شتره ان التحقيق العلمي يثبت ان اغلبها لا يستند الى حقائق بل إلى ادعاءات لحقت بسمعة الأمير للتقليل من أهمية المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي عندما تريد أن تتكلم عن تاريخ شخصية الأمير عبد القادر وتأثيراتها المحلية والدولية فأنت تتكلم عن بعض القضايا التي تأتي جانبا تقلقك أحيانا هي قضية ما يفترى على هذه الشخصية العظيمة يحام محاولة الانتقاص منها وبالمجمل بالبحث في المصادر والمراجع ستكتشف بانه كل هذه الافتراءات انما اثيرت للانتقاص من شخصه انما اثيرت بعد وفاته وليست في زمن حياته. من بين هذه الافتراءات صوره مثلا للامير عبد القادر وهو يلبس برنوس اللي هو الرداء الذي يوضع على الظهر وفيه اوسمه. تلك الاوسمه يقال لك بان والله هذه الاوسمه هي اوسمه تكريم فرنسا لدوره الكبير في التحالف معها وان بالتالي مما يوحي لنا ان ما كان يقوم به ليست مقاومه ولا عسكر بعيدا عن المعطيات التي سلمناها من قبل فيما يتعلق بحروبه عدد معاركه عدد انتصاراته فتلك الاوسمه في الحقيقه لو تبحث في المصادر ستكتشف انه تلك الصوره اخذت له وهو في الشام وتلك الاوسمه هي التي جاءته من ملوك اوروبا من البابا من من, من رئيس الولايات المتحده الامريكيه بعد موقفه المشرف في حادثه باب توما سنه 1860 فبالتالي تلك يعني تلك الصوره محاوله الانتقاص منه على اساس انها تكريمات فرنسيه خالصه. الافتراء الثاني اللي هو قولك بان الامير عبد القادر كان بامكانه يعني يحاولون ان يغوصون والانتقاص من شخصيته على اساس انه كان شخص يعتد بنفسه في هذه المقاومات كان بإمكانه أن يتحالف مع بقية المقاومات الشعبية لأنه بالموازات مع مقاومته كانت هناك عشرات المقاومات في الشرق والغرب لعل أكبرها هي مقاومة أحمد باي في قسنطينة وأحمد باي الذي ثار في 1830 بعد سقوط العاصمة اعتبر نفسه وكأنه هو خليفة الدين معنى أنه شرعية الحكم بالنسبة إليه وهو فقام بالثورة والمعروف انه حقق انتصار باهر على فرنسا في حصارها لقسنطينه سنه 1835 والحق الهزيمه النكراء بها فازدادت شعبيته. في بالموازات كانت هناك ثوره الامير عبد القادر يعني في الغرب وفي الشرق كانت ثوره احمد باي. فبعد هذا الانتصار المدوي لاحمد باي اعتد بنفسه على سنة هذه الثوره، تطرح يجي هنا المنغصون الذين يفترون على الامير عبد القادر، يقول كان بامكانه ان يتحالف معه ويحقق دوله واحده وكيان واحد في خيالهم طبعا، وبالتالي يستطيعون السيطره لان فرنسا كانت محصوره فقط في حدود العاصمه وكان بامكانهم القضاء عليه وانهاء هذا الاحتلال لكن ياتي المؤرخ فيبحث في المصادر والمراجع يكتشف بانه من المستحيلات ان يكون هناك اي اتفاق او وحده بين الطرفين الفريه الاكثر انتشارا والتي قد تغيب عن المشاهد العربي اللي هي الامير عبد القادر بعد ما قاد 15 سنه من مقاومته هل استسلم ولا سلم ارسل الامير عبد القادر رساله الى الجنرال لامورسير اللي كان حاكم الجزائر هنا وقال له اني اريد التسليم بالمعنى اريد الهجره المصطلح الشرعي الديني مصطلح الهجره اريد ان اهاجر الى بلاد المسلمين فعملية الترجمة لم تترجم بشكل صحيح لأن مرادي في الهجرة غير موجود في اللغة الفرنسية فسموه استئمان زمني والاستئمان الزمني راجت من بعد الكتب على أساس أنه استسلم صح هل رأيت في حياتك هل رأيت في حياتك واحد يستسلم بعد انتصار في كل المعركة الاستسلام يكون بعد الهزيمة آخر معركة آه بينه وبين الفرنسيين كانت معركة تمدت في 1846 وانتصر فيها الأمير عبد القادر إذا الاستسلام يكون بعد هزيمة النقطة الثانية النقطة الثانية التي تقول بأنه ليس استسلاما بل هو تسليم الرسالة التي وجهها الأمير عبد القادر إلى مورسيار قال له بأنني أريد أن أحقن دماء المسلمين لأنه في الفترة الأخيرة فرنسا أصبحت تقوم بسياسة أرض محروقة إبادة كل القبائل التي تساند وتقف إلى جانب الأمير عبد القادر تلك الإبادة جعلت نفوس تلك القبائل تمل واصبحوا غير مقتنعين ان دوله الامير عبد القادر ستحميهم لهذا هادنوا الفرنسيين فكثرت يعني الامير عبد القادر يريد ان يردهم اليه فبالتالي هو ينظر اليهم على سلم حلفاء فرنسا حتى من مثلا عمليه اكتشاف العاصمه المتنقله زمان كانت بعيون ناس خانت خانت الامير عبد القادر فكان يحارب الطرق الصوفيه التي عارض بعض الطرق الصوفيه وليس كلها وكان يحارب كثير من القبائل في الجنوب الوهراني وكان يحارب السلطان فاس ومراكش، هؤلاء كلهم مسلمون، فشبه أنه سيفه مخضب بدماء المسلمين وشبه أنه كانه دخل في الخطا فقام بالتسليم. فكره عمليه التسليم هذه تلخصها رساله الامير عبد القادر عندما تم نفيه الى مدينه بو في فرنسا وهو في اقامته الجبريه بعث برساله في سنه 1849 الى لاموريسيير عندما اصبح وزير للحربيه. ونبهه الى هذا العار الذي وقع فيه، قال ليس هذا ما اتفقنا عليه. طبعا لما احس بالفضيحه لامورسيير قام بتحويله الى اقامه اليق اللي هي في اقامته في لامبواس. بعدها بشهور حتى البرلمان الفرنسي انتقد لامورسيير عندما اصبح وزير الحربيه في 1849 قال ووبخوه لماذا قبلت بالاستسلام بالتسليم وليس بالاسلام. صح هل رايت انه استسلام المستسلم هذا هو الذي يحدد وجهته لأن الأمير عبد القادر اشترط عليهم هو وحاشيته وكل من يريد أن يرافقه أن يتوجه إلى وجهتين بقيت سرية بالنسبة إليه واحتكر لنفسه نفسه إلى الإسكندرية أو إلى عكا هل المستسلم هو الذي يحدد إلى أين سينفى؟ هذه نقطة النقطة الثانية الأمير عبد القادر عندما قام بعملية بعملية التسليم وطبعا تم تحويل السفينة في عرض البحر انطلقت من ميناء وهران باتجاه ميناء الإسكندرية أو عكا لم يحدد الجهة ثم تم انحرافها إلى ميناء طولون هل المستسلم يحدد منفه؟ هذه النقطة النقطة الثانية هذه العملية تسمى عملية قرصنة عملية اختطاف لأنه هل المستسلم يعني المستسلم من هو؟ هو اسير الحرب هو الأسير الحرب يخضع للمحاكمة هل صدر طوال خمس سنوات اللي قضاها في الامير عبد القادر في منفاه في بو ولا في لومبواز هل خضع لمحاكمه او صدر في حكم قضائي؟ فبالتالي القضيه مردود عليها انما قام به هو التسليم. تبحث في المصادر والمراجع تريد ان تكتشف من اول من نطق بهذه الكلمه تجدها بانه ابنه محمد باشا في كتابه تحفه تحفه الزائر في مئات الامير عبد القادر. تروي وحده من حفدة الامير عبد القادر اللي بديع الحسني قالت بانه والله عندما كان يكتب في المسوده وردت عباره والقينا السلاح عباره القينا السلاح فهمت على انها استسلام وطبعا عندما سمع ابناء الامير عبد القادر بانه يكتب شيئا عن عن والده بعثوا خادمهم فقام بحرق تلك المسوده احرقوها لم يبقى منها الا القليل هناك فريتين اخريتين هل الامير عبد القادر ماسوني؟ يعني لما تجي تفتش في واحد الموقع هل الامير عبد القادر ماسوني سيطلع لك واحد الموقع الالكتروني يقول لك بانه الامير عبد القادر بن محي الدين كان ماسونيا وقد جاهر بماسونيته صح خلينا نبحث ودائما الباحث الاكاديمي يبحث في المصادر ويشوف متى ظهرت هذه الفريه الامير عبد القادر في حياته كلها الى غايه وفاته في 1883 ولا واحد الصق به هذه التهمه انما هذه الافتراءات وهذه الفرية جاءت بعد وفاته ما أنت مشكوك فيها من أول من أطلقها كان هو القنصل البريطاني في الشام هنري تششر اللي كتب مذكراته في تاريخ الأمير عبد القادر ويعني من دون ما يقدم الأدلة قال بأن يعني هو لمح ولم يقل صراحة أنه كان ماسونيا والدليل في ذلك هي المراسلات التي كانت بينه وبين بعض الجمعيات التي تنتمي إلى المحافل الماسونية في أوروبا صح اللي يهمنا هو موقف الامير وليست المراسلات لانه هذه المراسلات مع الماسونيه ومع غيرهم تمت بعد احداث باب توما يعني تعاطفا تحالفا تاييدا مسانده النقطه الاخرى كل الكتابات الفرنسيه اللي كانت في حياه الامير عبد القادر من ليون روش وغيرهم اللي كتبوا في حياه الامير عبد القادر ولا واحد نبه الى هذه المساله وفي حياته ولا واحد نبه اليها فبالتالي فريه الماسونيه هذه غير سليمه يرى المؤرخ خير الدين شطره ان الامير عبد القادر الجزائري استطاع ان يكتسب احترام الجميع فسيره حياته قبل واثناء وبعد الثوره التي قادها ضد الفرنسيين توضح اهميه دوره في المقاومه وقياده اماره حتى هجرته ومغادرته الجزائر التي واجهت بعد مرحله مقاومه الامير عبد القادر اشكالا عنيفه من التنكيل بالجزائريين لتبدا مرحله جديده من المقاومه عنوانها الهجره ومغادره الجزائر الى الدول المجاوره لحمايه الهويه واللغه والدين